شايفين ان احنا في مرحبا جميعا. شلون الصحة؟ رمضان كريم حبيبي أبو شهاب. هسه بس شيكولي الصوت الصورة واكتبولي. أنا المفروض جبت جهاز ثاني حتى أشوف التعليقات، بس أشوف مدي. هلا بيكم، دقيقة هسه أجيب. الصوت ناصي، الصوت ناصي، واضح. صورة مقلوبة، اي صورة مواني قالبها على مود تشوفون شاشة البرزنتيشن بالعرض، بالطول ما تقدرون. اوكي عفت الجراحة وجيت لللايف، هلا بيكم. ان شاء الله ما نطول عليكم، للي عنده التزام. هلا عبودي، هلا حبيبي حمودي، هلا بيكم، منورين جميعا. خليك يكتمل العدد على مود دكتور حسن همين ينضم لنا. شوف البارحة بالنسبة لموضوع اليوم اريد احكي فد شغلة. البارحة كان عندي لايف على جروب فيميل دينتست. طبعا انا كنت محضر موضوعين مختلفات، انه قلت الموضوع اللي عرضته البارحة كان عن الكومن كويستشنز اباوت انتيريور كومبوزيت، وخليت كلينيكال كيسز تقريبا 3 كيسات، وكنت ناوي على صفحتي احط موضوع ثاني اللي هو البيك شيب لاترال، هم كلينيكال كيسز وديسكشن. بس هواية راسلوني خصوصا الميل، هواية همينة قالوا دكتور الموضوع اللي شرحته بقلوب الفيميل نفسه تشرح لنا يا هنا، وصار اجماع على هالشي. فاوكي راح اعيد معظم الشغلات ممكن بصورة مختصرة، لان حسن هم راح يكون موجود، بس هو تقريبا نفس المحتوى مال البارحة راح يكون. الشيء الجديد اللي راح اضيفه لكم انه ضفت كيس جديدة ما عرضتها البارحة، اليوم راح اعرضها، وكم سلايد جديد، بالإضافة أنه أكو كم حاجة البارحة باللايف مال البارحة، كم موضوع أكو مفتهمه بصورة يعني صحيحة أو واضحة، ما وصلتهم الفكرة بخصوص الارتكوليتنج بيبر. من نسوي كوبي للتكستشر، من يكون عندي مثلا رايت سنترال على سبيل المثال دايركت فينير، والليفت سنترال هو ساوند توث، فشون أسوي كوبي للتكستشر. فراح أحاول أعيده بطريقة مبسطة على مود تفتهموه. وكان اكو اسئلة بخصوص القلم الرصاص، شافوني هواية استخدمه بالكيسات وبالفيديوهات، همي انا راح احاول اشرح وظيفته بطريقة اخرى مبسطة اكثر للي ما فهموا البارحة، فراح اعيد لكم اياه اليوم، وهم انا اللي موجودين هم راح يشوفونه. شغلة اخرى، طبعا الاولد فولورز مالتي القديمين بحسابي ممكن راح يشوفون شغلات تتكرر عليهم على اعتبار اني شارحها قبل باللايفات السابقة، بس اكو هواية نيو فولورز يعني قد تكون هاي المعلومات ما مر عليهم، فلازم نذكر هاي الامور اللي احنا شارحيها سابقا. اما الكلينيكال كيسز فهي راح تكون جديدة كلها وما ناشرها، فراح تكون جديدة بالنسبة للاولد فولورز والنيو فولورز. هسه حسن اذا موجود اصعد حبيبي. زين
شوف هنا ال او لا ما راح ابدا على هذا الكومنت ألس. صديقي هنا كاتب ليش تسوي بثوث بجروب خاص؟ قلبي انت يعني هو اكو مو كل واحد عنده انستغرام، اكو ناس عندهم بس فيسبوك، فمع ذلك انا قصرت يعني من سويت البث بجروب خاص رجعت همينة راح اسويه على صفحتي على المود ليكون فد حجة الاحد. ان قلت لك مو كل واحد عنده انستغرام، اكو ناس بس بالفيسبوك يعني عندها حسابات. دزيت ريكوست اوكي. اصبعي ما ادري اوصل من ورا هاي الستاند. المفروض وافقت هسه. الصوت ناسي؟ صوتي ناسي؟ يا هلا نور. دقيقة ثانية فرحانين يسرى بس انا اطلع كل واحد بصفحة اصبر. سووا تراقات لاصدقائكم ذكروهم قبل لا نبدي، يعني يجوز عندنا 5 دقائق هيجي قبل ما نبلش. مساء الخير جميعا ورمضان مبارك. مساء النور. ضبطت وضع الكاميرا؟ والله ما ادري لسه الامانه، ما ادري يصير اقدر ازام وياه. الصوت ممتاز كاتبين. انت بالعياده؟ اي بالعياده. ما اقول خوش اضاءة عندك اللي اضاءة يمي خافته. لا رنج لايت هسه مشتري $50 والله. ما تقول لي اجيب واحد؟ والله اليوم شفته بطريقه اشتريته. عندك شيء تقوله قبل لا ابلش حسوني؟ لا حبيبي لا. ننتظر شويه يستقر العدد لو هسه 1000 اكو 1000 خوش عدد. يلا ليتس جو. اوكي. صار 10 دقائق يعني فان دقائق مو زين هنا. يلا ليتس جو. يلا. تمام. حتطلع انت هسه حسن؟ باعوا بس دقيقه هسه شنو اللي راح يصير؟ انه انا راح اخلص البرزنتيشن مالتي راح انهي من يمي انهي اللايف مالتي راح يبقى بصفحتي وبعدين راح نحول على البيج مال حسن. يعني انا من انهي قبل حسن راح يفتح لايف بالبيج مالته نفس ما صعد على بيج حسن وهم انا اصعد وياه. اوكي حتى اللايف مالتي هم يسيف على صفحتك. كل واحد اللايف مالته حيتسيف على صفحته. تمام خوش. يلا خلينا نبلش. Yeah, so good luck, man. حبيبي. تمام. خلت قرابة شوية. موضوعي راح يكون the most common questions about anterior composite. فد طبعا الاغلبيه تعرفوني بس انا متاكد اكو هوايه نيو فولورز. فد نبذه سريعه عني، انا ياسر فار محمد او معروف بياسر القيسي، طبيب اسنان اخصائي ماجستير معالجه وتجميل اسنان من الجامعه المستنصريه. انا خريج جامعه تكريت سنه 2014، تعينت سنه 2015 وعضو بعيادات ليف تيم منذ عام 2017 وهذا تيم اللطيف اكيد كلكم تعرفوهم. اوكي هسه انا شنو بس اكتبوا لي كل شيء تمام وضع الشاشه ووضع الصوت على المود ابدي استرسل. دكتور نفسه بث البارحه يعني اي تقريبا بس اكو اختلافات، اكو كيس جديده ما حكيتها البارحه راح اضيفتها اليوم، واكو كم سلايد جديد وراح اعيد كم شغله البارحه ما فهموها بالبث اعيدها بطريقه مبسطه اكثر. وضع الشاشه تمام؟
بالنسبه للكومنت اذا ضوجكم بس اضغط ضغطتين على الشاشه راح يعني تصير على صفحه الكومنتس ما تصير قدامك. تمام، كل شيء تمام، كل شيء تمام، جيد. فراح نظام المحاضره questions and answers. اول سؤال هاي يعني انا هاي اختاريتهم هذول الاسئله اللي يعني تتكرر دائما، تتكرر سواء يعني على الدايركت ايفنتس كورسز، يعني هذا السؤال الاسئله دائما تنعاد، فقلت خاف تدور بذهن احد ويتحرج يسالها، فانا راح اسالها واجاوبها بدالكم. How can I build the palatal shield؟ palatal shield بالنسبه لي هي اهم خطوه بالانتيرير ريستوريشن. تمام، هي البلاتفورم اللي راح ابدي احط اللايرز مالتي عليها، فضروري جدا انه هاي البليتال شيل تكون بالايديال بوزيشن مالتها، يعني مو مال تنحط راندوملي، اللي راح تاثر على الشغل مالتنا، راح تاثر على اللايرز، يعني على الثكنس، تاثر البليتال شيل حتى على الشيد، على الفاينل شيد مالتي هم راح تاثر عليه. فخطوه كلش مهمه لازم نعير لها اهتمام ولازم نعطيها وقت بالشغل. خوش، شلون انا ابني هاي البليتال شيل؟ راح اشرح لكم اياها بعده تكنيكس. اوكي، اول وحده بليتال شيل نستخدم السيليكون اندكس. This is my favorite way to build the palatal shield. سيليكون اندكس بتشوفون انه هنا يا اني خال السيليكون اندكس مالتي، وهنا راح ابدي اجيب الكومبوزيت مالتي واسوي ادابتيشن. ماشي، وتصير عندي palatal shield مثل ما شفتوها بهذا السلايد. زين، ممكن واحد يسال يقول دكتور هذا الميسنج بارت اني او الفريم اني شلون عوضته؟ هم راح نجي نشرحها. خوش، عندنا اولا الدايركت واي. الدايركت واي شنو؟ انه اجاني هاي الكيس، هذا البيشنت. بالمناسبه الصور اللي دا تشوفوها كلها ماي كيسز، كلها صور اني ماخذها، ما راح تلقون اي صوره اني ماخذها من جوجل، بس شنو، الصور متفرقه من عده كيسات جايبها على مود اوصل بيها فكره. اجتني الكيس هالشكل دبل كلاس 4، فاني اريد اسوي لها اندكس دايركت واي. شنو دايركت واي؟ انه اجيب كومبوزيت، اجيب كومبوزيت وبايدي احطه بالميسنج بارت واسوي له ادابتيشن وذ ماي هاند. وتقدر تحط موديلنج ليكويد على اصبعك على مود يصير سوفت الكومبوزيت، يصير بالادابتيشن اسرع واسهل، وتسوي له شيبنج. طبعا ما تحط لا بوند ولا اسيد اتش، وتسوي له شيبنج بهالطريقه، تعوض الميسنج بارت وتسوي له كيورنج، وتيجي تجيب هيفي بودي وتاخذ طبعه هيك تسوي، خلينا نقول فدع وله مال هيفي بودي، وتخليها باليتالي وتسوي ادابتيشن، فتصير عندك هذه السيليكون اندكس. ورا ما اخذ الطبعه تيجي تطق هذولي، تطقهم باي انسترومنت، يعني انت ما حاط لا اسيد اتش ولا بون، تيجي تطقهم وتيجي تكمل الريستوريشن مالتك بهالطريقه. هاي بالنسبه لي يسموها الدايركت واي، الدايركت موكب، يعني اني واقف والبيشنت موجود واسوي هاي الطريقه. يعني ذيس از ماي فيفورت، يعني خمس دقائق ما اطول بيها. وتوفاكوا ناس يقول لك ها ممكن الفري هاند يكون اسرع، خلينا نجي على الفري هاند. هسه هذا الدايركت واي، وتقدر تسويها فري هاند. فري هاند يعني تجيب سيلويد سترب، من تسمع كلمه فري هاند يعني قصده سيلويد ستربس. تجيب السيلويد ستربس وتحطها هالشكل باليتالي، تفوتها بالسلكس وتسوي لها سبورت وذ يور فينجر باليتالي، ومن هنا تخليها مفتوحه هالشكل، وتجيب الكومبوزيت مالتك وتسوي له ادابتيشن، والزايد راح تقصه. بس هاي العمليه شويه تكون مزعجه، والبوزيشن نادرا ما يضبط بيها البوزيشن مال باليتال شيل. ليش؟ لان هنا تعتمد على الفينجر بريشر مالتك، مو اندكس قاعده بمكانها الصحيح. يعني ممكن انت راح يعني يجوز تضغط زايد الباليتال شيل تجي تجي عليك، فراح يصير السبيس هنا كلش قليل، ف يعني الثكنس الباقي للدينتين والبادي والانامال ما راح يكون كافي، وممكن اصبعك يكون راخي، فالبليتر شيل تروح بليتر. هالمره بالعكس راح يكون الكومبوزيت مالتك مبلك، راح توقع بمشاكل الهاي اوباسيتي. تمام، لذلك اذا تريد تشتغل فري هاند ضروري يكون عندك ميرر، ميرر تحطها كلوجلي خوش هنايا، وتباوع تشوف البوزيشن مال يور فينجر والبوزيشن مال سيلويد سترب قبل لا تسوي كيورنج، يعني تحاول تضبطها اذا يعني اكثر من مره لحد ما تصير عندك براكتس عليها. بس مثل ما قلت لكم this is not my favorite way. حاليا اني الدايركت واي اللي شرحتها بالبدايه هي الطريقه المناسبه والحلوه اللي اشتغل بيها، والنتيجه بيها تكون predictable. شرحنا الدايركت واي وشرحنا الفري هاند. خوش، خلصنا البليتال شيل.
طبعا انا ليش بديت بالباليتال شيل وبديت بالسكشنال باند؟ لان حتى من اطبع على كلينيكال كيسز اكو خطوات راح اسوي لها سكيب، هي نفسها شرحتها هسه، ماكو داعي نعيدها بعدين. البروكسيمال وول اسويها بالسكشنال باند، انا دائما استخدم تقريبا 90% استخدم السكشنال باند مال شركه الترا دنت، لان تدرون الباندنج سيستم بالانتيريور استوريشن مو كلش معقد مثل البوستيريور استوريشن، فهذا الباند بالنسبه لي كلش كافي. 90% من الكيسات يعني اكتفي بهذا الباند، الثكنس مالته، المانيبيليشن مالته، الكونتور مالته ينطيني ناتشرال بروفايل، جود كونتاكت، فكلش باند راقي هذا الباند، ومتوفر الكل يقدرون يجيبون من عنده. اوكي، هم انا اسوي ادابتيشن. ها توضيح بخصوص مثلا انا شرحت لكم الباليتال شيل على بشكل صور، وهذا السكشنال باند بشكل صور، اذا تبدون تشوفوها على شكل فيديوز فاني ناشر هيك فيديوهات بصفحتي الخاصه مال الانستغرام، تقدرون تشوفوها بالسكشن مال الفيديوهات، انه هاي اللي دا اشرحها موثقه فيديو همينة. نكمل زين. اذا عندي باك تو باك كونتاكت، اضطر انه البارحه سالني طبيب همينة قال لي دكتور يا ريت تحكي لنا على الكونتاكت من يكون هيك باك تو باك بهالطريقه، شلون اخلي الباندات بطريقه بحيث ما يشف ما تشفت عندي الباندات. فشوفوا هاي هنايا خليتهم اثنينهم ان ذا سيم تايم تو باندز. راح اجي على سبيل المثال ابدي بالكونتاكت مال الرايت سنترال، ابدي اسوي ادابتيشن للكومبوزيت من هنايا، اخلصه واسوي له كيورنج. ما اجي ابلش بالليفت سنترال وهذا الباند بعده موجود، من تخلص الرايت وتخلص البروكسيمال وول مالته تسوي له كيورنج وتشيل هذا الباند، بعدين يلا تبلش بهذا. يعني اذا هم اثنينهم بمكانهم وتخلص الوولز اثنينهم، فراح تصير عندك دبل ثيكنس مال الباند، فراح توقع مشكله الاوبن كونتاكت او الكونتاكت ما تصير عندك تايت، فتخلص الرايت تسوي له كيورنج تشيل هذا الباند، بعدين تبلش بهذا، حتى من تسوي ادابتيشن تدفع هذا الباند على هذا الباند على الكونتاكت اللي سويتها previously، فتصير عندك تايت كونتاكت. ماشي، هاي الطريقه اللي سالوني عليها البارحه. خوش، فاني هسه خلصت البليتال شيل وخلصت الكونتاكت، فصارت الفريم مالتي جاهزه، هسه اقدر اكمل اللايرنج مالتي بكل سهوله. لذلك ارجع واقول خطوه البروج الكونتاكت والبليتال شيل كلش مهم، تنطيها واهس وتنطيها خلق، لان اي مستيك بيها راح يطلع عندك بالفاينل ريزلت. The frame is complete. جيد. اذا اني عندي overhang، يعني انه مثلا على سبيل المثال اشتغل دايركت فينير، من اخلص اني قبل لا ابلش بالمورفولوجي بالبارت مال فينيشال بولش، لازم اضمن ان الريستوريشن مالتي تكون هيلثي. اي overhang هنايا هذا بعدين راح يكون سبب بالفيلير مال الريستوريشن مالتي، لان الاوفر هانج هنا راح يسبب لي بعدين جنجيفايتس، ستاجنيشن اريا، باد ادر، يسوي لي ديسكلريشن، فيما بعد ممكن يصير دي بوندنج ويخرب كل الشغل مالتي. فانت اضمن الريستوريشن مالتك تكون هيلثي فانكشنال، بعدين يلا تبلش بالامور الكماليه. شلون انا اشيل الاوفر هانج؟ اجيب اي انسترومنت تشوفون، اجيب اش او اي انسترومنت عندك تدفع الجنجفه like this way، فراح يصير اكسبوجر للكومبوزيت اللي سب جنجايفالي. تمام، من راح يبين عندك تجيب بير كاربايد، هذا بير كاربايد فيشر ينشد على توربين، وتجي تشيل هذا الكومبوزيت الاوفر هانج. ليش اجيب البير الكاربايد؟ لان هذا يقص الكومبوزيت بس ما يؤذي الانامل، الكاربايد ما يقدر للانامل. تمام. What is the pin؟ أني لازم هذا السلايد لازم أعيده، شرحته البارحة ولازم أعيده. البارحة يجوز من أني هالشكل قلت What is the pin؟ يعني يجوز كانوا يتوقعون راح أشرح لهم فوائد البين وشون نستخدم البين وشنو أنواعه. لا، هسه إحنا شنو What is the pin؟ البارت الثاني How to remove pins؟ الشيء الوحيد اللي راح أعلمك على البين إنه فقط شلون تشيله. لا تتخيل أحكي لك شغلة ثانية عليه، لأن هذا البين الفائدة ما بيه بالأنتيريور ريستوريشن، مضرة مو فائدة. ما اللي يقول لك يزود الروتيشن وحتى الحشو لا توقع، حكي زايد هذا. This is old school، احنا حاليا بالمودرن دنتستري، الادهيزف دنتستري، المايكرو ميكانيكال روتيشن اللي نحصله من الادهيزف كلش انف، فخطوه زايده انه تخلي البن. بالعكس بيه مضار البن، يعني يسوي لك كراكس، يعني
اكسبوجر، سكندري كيريز، ديسكلريشن، ما بي اي فائده. خوش. وحتى اذا يبقى وتحط عليه كومبوزيت راح يظل يشرف من الكومبوزيت، تظل الحشوه مالتك خلينا نقول سوداء مسخمه. فلت نصيحه لا تستخدمون بن ابد، واللي يقول لك لازم والحشوه ما توقع، لا. يعني احنا اني حشوات ايش قد صار لي 6 سنوات اشتغل انتير ريستوريشن بدون بن، مجرد اطبق البروتوكول مال ادهيزو بصوره صحيحه، ما فد يوم حرام والله، يعني بدون مبالغه، يعني صار لي 5 6 سنوات ابد ما فد يوم اجتني، يعني جاني بيشنت وقال لي الحشوه مالتي واقعه، يعني دي بوندنج ما يصير عندي. اوكي؟ فلا تخافون خطيتكم برقبتي، ابد لا تستخدمون بن. شلون انا اوخر البن؟ البن انه مثلا اجيب نيدل بير مال توربين واسوي درلينج بسيط اول اراوند ذا بن، ماشي؟ ويا هذا الدرولنج انه اسوي ابلكيشن بوينت حتى بعدين اجيب سكيلر واسوي سكيلنج فيبدي يطلع من مكانه البن. مرات اكو بنات تكون معشقه عنيده كلش، هاي ابو السكيلر ما يفيدها، هاي لازم ارجع اقصها. تمام، اقصها واضطر اكون شويه ديستركتيف على المود اشيلها، لان اكو مرات بنات ما شاء الله شاده حيلها فايته لي جوا. نكمل، شوفوا هذا البن لما نشيله باع المصايب اللي جوا، هاي لازم هم كلها انظفها. ماشي، شوفوا هذا ايش قد صرت تراماتك بس على المود، انظف المكان والديفكتس اللي مسويها البن وخلاص. يعني I am ready to put my restoration. البارحه سالوني، شافوني مثلا بالكيسات انه هواي استخدم القلم الرصاص. القلم الرصاص تدرون احنا بالاناتومي مال انتيرتي عندنا برايمري سكندري تيرشري اناتومي، ماشي. اني هاي ما اقدر على الايماجينيشن اجي ارسمها، ممكن انت ترسمها انت على الايماجينيشن، بس بعد ما يكون عندك براكتس كلش قوي وحافظ كل شيء تقدر تستغني عن قلم الرصاص، بس بعد براكتس يعني تكون كلش بروفيشنال. يعني حتى اني ما اظن نفسي واصل ذيك المرحله انه كبروفيشنال انه اقدر استغني عن القلم الرصاص، لا بعدني استخدم قلم الرصاص. فاحنا عندنا برايمري اناتومي، هسه مثلا شوفوا هذا، هاي الخطوط اللي منها هاي البرايمري اناتومي او اللاين انجل، الديستال سايد، الميزيال سايد والديستال سايد. هاي الخطين اللي دا تشوفوها هنا هاي السكندري اناتومي الديفلوبمنتال ديبريشنز. هذا الخط اللي بالنص اللي دا تشوفونه هالشكل هذا الميدل مال التوث، ابدي بيه من الهايست بوينت مال الزنث واجرب هالشكل على مود احافظ على السنتر مال التوث على مود باطرافه اسوي السكندري اناتومي. هذا الخط يساعدني انه يكون سيمتري بالبوزيشن مال الجروفز بالليفت والرايت سنترال. اوكي، واجي ابدي اسوي فينيشنج انه اسوي ريدكشن بهاي الاماكن مال قلم الرصاص، مثلا بالسكندري اناتومي اسوي ريدكشن هنا، ومثلا باللاين انجل هنا اذا تشوفون هذا اللاين انجل، هاي المنطقه اللي يسموها الشادو اريا، هاي مثلا اجي استخدم ديسكات عمود اخلي اللاين انجل يكون ويل اوتلايند. هاي المنطقه الجهه الثانيه من الخط هاي احاول ما اطخها، بعدين ارجع اسوي راونديشن لهذا الخط وهكذا. فالقلم الرصاص يكون جايد او فالطريقه ارسم بيها الماب مالتي على مود بالاخير احصل مورفولوجي صحيح وشيب صحيح للاسنان، وبالتالي ريستوريشن مالتك راح تكون ناتشرال ما راح تكون ارتفيشال. هاي بالنسبه للقلم الرصاص، واضح كل شيء لحد الان؟ بالله اكتبوا لي كل شيء تمام. شلون نسوي ريدكشن للجروفات باستخدام الفينشنج بيرز، واني ناشر فيديو يعني يمكن 2 او 3 موضح بيها شلون انا دا استخدم الفينشنج بيرز ودا اسوي ريدكشن وفينشنج وبولشنج. كل شيء تمام، كل شيء تمام، يلا نكمل. زين، بخصوص الريهايدريشن والديهايدريشن، اني من استعمل رابر دم راح يصير ديهايدريشن بالتوث. شنو يعني ديهايدريشن بالتوث؟ انه الناتشرال توث راح يفقد المويستشر مالته، فراح يصعد الفاليو مالته. شنو يعني يصعد الفاليو؟ يعني يصير فاتح، يصير ابيض مثل ما تشوفون هنا. شوفوا هذا البارت ساوند توث ابيض، هذا البارت كومبوزيت. هاي الكيس انا مشتغلها، طبعا هاي الكيس كلش كل ما اشوفها اشبع قهر، لان يعني هاي الكيس عندي بس الافتر مالتها ما عندي البيفور مالتها.
ودائما الكيس اللي تنسى تصورها بفور تطلع الكيس تخبط، فكلش تقهرني. المهم حتى انفعلت وضربت التليفون. فهنا هاي يعني مشتغل بالايميدي، هنا مشتغل دايستما كلوجر تقريبا 2 ملي 2.5 ملي سديتها، وكان اكو بيج كلاس 5 اذا تشوفون هذا كله كومبوزيت، هذا كله كومبوزيت، هذا البارت الصغير هو توث ساوند توث، فشنو لونه ابيض، الكومبوزيت مالتي لونه اغمق. فهنا يا اني صاير عندي دي هايدريشن، المويستشر مالتي فاقد المويستشر، التوث فيصير لونه ابيض. فهاو كان اي نو ذات ماي تير كومبوزيت از جود؟ فانت ضروري تتابع شغلك، يعني كلش مهم انه انت اذا تريد تعرض دائما يدزوا لي كيسات، دكتور شنو رايك بالشغل وهذا، فدائما يدزوا لي كيسات بليدنج وايميديت، دائما التير ريستوريشن بالايميديت ريزلت دائما تطلع النتيجه بنظرك واو، بس شوفها على الفراغ هل هي بعدها واو؟ لو اكو تشينجز تمام، انت مو مثلا تقول لي والله انا ما استخدم رابر دام ما راح يصير عندي ديهايدريشن، فاني النتيجه تكون بريدكتبل، لا مو بريدكتبل، لان انت حتى من تحط ريفراكشن كورد، من تحط اسيد اتش، من تسوي دراينس، هذا هم يسوي لك ديهايدريشن. فكلش مهم اذا تريد تعرف شغلك ناجح وانت ماشي صحيح لازم تتابع الكيسات مالتك على الفولو اب، خصوصا بالانتيريور شغله الشيد ماتشنج كلش مهم انه تتابع الكيسز مالتك حتى تعرف اذا صارت عندك اغلاط تبدي تصححها. اوكي فقلت لكم هنايا هذا الديهايدريتد بار، فالكومبوزيت يكون غامق، غامق من يكون عندك الكومبوزيت غامق والساوند توث فاتح، فانت هنا شويه اطمن على الماتشنج مالتك فيما بعد، على اعتبار راح يرجع يصير ريهايدريشن ويرجع التوث يكتسب لونه الطبيعي الاغمق، فممكن يصير عندك ماتشنج. بس من تكون الكومبوزيت مالتك فاتحه او ممكن افتح من الساوند توث بعد الديهايدريشن، لا ممكن انت تكون بمشكله كبيره وصعب يصير عندك ماتشنج. هاي صورة أخرى توضح هناك كنت مسوي ايزوليشن، فشوفوا هذا الكيناين هذا البارت من ناية صاير بي ديهايدريشن، أوكي لونه أبيض، هذا البارت ريهايدريتد ما كان ضمن الايزوليشن، فتشوفون كروماتيك لونه على صفار، فهاي المنطقة ديهايدريتد وهاي المنطقة هايدريتد، يعني هنا صار اكو لوس للمويستشر، هنا لا محافظ على المويستشر مالت التوث. يلا راح نطبع على الكلينيكال كيسز، هاي الكيس جديده، هاي الكيس يعني ما شرحتها البارحه باللايف مال البارحه. اوكي جتني هاي البيشنت اشعدها مسويه مخلصه اورثو اعتقد، فشوفوا هذا اللاترال، تريد هذا اللاترال اسوي لها مثل هذا اللاترال. هاي الكيسات طبعا اللي نفطر بيها نسوي ماتشنج ويا ساوند توث كلش تكون صعبه، كلش تشالنج، يعني اني انطيني سمايل كامله اسوي لها بولد اب، بس لا تنطيني مثلا لاترال تعال سوي مثل اللاترال الثاني، او تنطيني سنترال دايركت فينير تعال سوي مثل اخو، هاي كلش متعبه لان لازم تقعد مثل تغش او تنقل، لازم تنقل نسخه طبق الاصل. طبعا احنا قد يكون ما نقدر نصير نسخه طبق الاصل نفس الجاد كرييشن، بس قدر الامكان نحاول نسوي سيميوليشن. اوكي سوينا هنا، سوينا ايزوليشن هذا اللاترال، سوينا الباليتال شيلد، الباليتال شيلد طبعا هنا سويتها اندكس بس سويتها اندايركت، يعني اخذت الطبعه وخليت ابو لابي يسوي لي شو اسمه الوكس اب. سويت الباليتال شيلد، طبعا هاي الباليتال شيلد والبروكسيمال نفس اللي شرحت لكم اياها بالبدايه نفس التكنيك. بعدين حطيت السكشنال باند، سويت البروكسيمال وول، بعدين هنا اجيت خليت البودي شيد. اخذوا مني هاي المعلومه، دائما هنا ما استخدم الدينتين، ليش ما استخدم الدينتين؟ لان هنا هذا التوث مالتي بي انف اوباسيتي، بي بلك مال دينتين، ماكو داعي اني اجي اضيف دينتين هنا وازود الاوباسيتي. فهنا راح اوقع بمشكله ممكن على الفولو اب يجيني البيشنت فد وايت باتش او فد اوباسيتي كلش قويه تنشز عندي، يجي تجيني هيك مثل العلم. اوكي؟ فهنا خليت بودي شيد او يونيفرسال شيد حسب ما اتذكر، لان الاوباسيتي مالته تكون اقل بهوايه من الدينتين. والشغله الاخرانيه ماكو داعي احط دينتين على اول دينتين، ماشي قلت لكم اكو اوباسيتي كافيه، بعدين اني احتاج الدينتين الاصلي لان اريد استغل الشيد مالته. تخيلوا اني اذا اجي احط اوبيك ماتيريال على دينتين، يعني احنا كنا نعرف انه الشيد هو من الدينتين،
من اجي اخلي اوبيك ماتيريال على الساوند تينت دي ان تي راح اعدم الشيد الاصلي مال التول. فاني ليش اعدم الشيد يعني واقدر استغله بالعكس؟ فلذلك اقدر استغله بلو اوباسيتي كومبوزيت كبودي شيد عن طريق اللايت انجينيرنج واللايت بنتريشن. راح اللايت او الضوء مالتك يقدر ينفذ للساوند دينتين ونحصل الشيد الاصلي مال التوث. اتمنى اكون فهمتوا هاي الفقره. اكمل، خليت البودي شيد، فهذا عندي البودي شيد، خليته فقط للميدل ثيرد، ما صعدت للسيرفايكال ثيرد، لان انا اصلا عندي بلك هنا للسيرفايكال ثيرد، بس صعدت ثكنس بسيطه مال انامل. خليت الانامل الفاينل لاير. هسه راح اجي اسوي شيبنج، هذا الانيشال شيب وذاوت بولشنج. This is after polishing, immediate result. وهاي الريزلت اللي قدرت احصلها، يعني حصلنا فد simulation قدر الامكان بين الليفت والرايت لاترال. اوكي واضحه؟ جيد، هاي ايميديت ريزلت. وقلت لكم انا دائما اتابع الكيسز مالتي، ما اكتفي بالايميديت ريزلت، خلينا نشوف الفولو اب مالتها. هذا الفولو اب مال اللاترال، وهاي الفولو اب كهول سمايل. ماشي جيد، هاي الكيس خلصت. This is before and this is after. باعوا هاي الكيس. هاي الكيس يعني صراحة من الكيسات اللي سوت بيها حالة نفسية. شايفين طبعا هاي الكيس الطبيبة أسنان، هي مسوية الرايت سنترال، مسويتها اندايركت فينير اي ماكس مسويتها، وانا شفتها لطيف صراحة. انا اقول لكم شوية الفاليو مالته عالي، كل شوية افتح من الليفت سنترال وشوية طويل، فحسيتها ريستوريشن اكسبتبل. بس هي ما مقتنعه بالنتيجه، قال دكتور اريدك تشيل لي هاي الفينيرايه، تشيلها وتسوي لي اياها كومبوزيت بايدك. زين انا صفنت، وهذا الفينير مالتها اصلا حلو، زين انا ايش راح اقدر اسوي لها على المقنعه؟ شايفين هاي الفقره؟ يعني قلت لكم الانتيريور وحده هو تشالنج، نوب البيشنت هم طبيب اسنان والاكسبكتيشن مالته كلش هاي، يعني لازم تكون شويه قدر المسؤوليه. فاني حسيت انه اي كان دو ات، فقلت لها اوكي. بس شنو الورطه وين؟ انا كنت متخيل راح اشيل هذا الفينير راح القى توث، يعني جوا توث، يعني القى كونتاكت، القى كميه ساوند توث اقدر اعتمد عليها. بس باع المصيبه، شلت الفينيرايه ماكو توث. يلا تشوفون سن ماكو هنا بهالاثناء. انا ايش اقول لكم؟ سخنت هاي، شلون شغله هاي؟ زين انا ليش ما قنعتها وبقيتها على السن القديم؟ هسه شو راح اراجعه؟ والشغله وين النوب؟ النوب انه هذا التوث مو بس ديستركتيف، انه صاير بي ديسكولريشن. بتشوفون اكو ديسكولريشن كلش قوي، يعني انا لازم هنا اسوي ماسكينج لهذا الداركنس على المود، لا بالاخير يشرف بالفاينل ريستوريشن مالتي ويبين. بس خلي اتاكد انه البارحه اللي عنده انطي اللايف وقطع على غفله، ده اتاكد بالتليفون كل شيء تمام. اضحكوا تمام. اكمل بس واحد يقول لي اوكي كمل يا معودين. انها الورطه، اي والله ورطه جدي، اصعب ضغطي وانا اذا اشتغل من شفت وضع السن هيجي. قلت ايش ورطني؟ قلت والله العظيم هاي الكيس اذا تطلع ما حلوه الا تخزينه. تمام تمام نكمل ماشي. فاني هنا قررت انه لازم استخدم هاي اوباسيتي دينتين على المدى اسوي ماسكينج على هذا الديسكولوريشن. ماشي، فاجيت بلشت نفس الخطوات المعتاده مالتي اللي كل مره اشرحها لكم. بليتال شيل سويتها، طبعا البليتال شيل سويتها على الفينير الاصلي مالتها، اخذت له طبعه كان طويل شوفوا، فبعدين سويت له ريدكشن وسويته. بليتال شيل استخدمت الانامل شيد، سويت البروكسيمال وول ايضا بالانامل شيد، وجيت هنا شوفوا خليت حسب ما اتذكر دينتين اي 3 كروما عاليه واوباسيتي عاليه كبيزل لاير، على المود اغطي على شنو؟ على المود اغطي على الداركنس اللي موجود. يعني مو مال اجي استخدم انام والله استخدم بودي شيد هنا، ما راح يغطي لي على الداركنس الموجود، لازم دينتين، وخصوصا الدينتين مال الفريم اللي استخدمه كلش الاوباسيتي مالته عاليه كلش حلوه، فيسوي لي ماسكينج، يعني ما يحتاج استخدم بلوكرز. الدينتين اللي انا استخدمه فير انف. خليت دينتين، خليت البودي شيد على المدرج بالاوباسيتي،
وخليت الفاينل لاير مالتي الانامل اللي دا تشوفونه هذا انيشال شيب، يعني مجرد اني جيت ضربت بالديسكات وعدلت كم شغله بعدني مراسم اناتومي. هسه الفقره اللي طولت تقريبا بيها ثلاث ارباع الساعه، ثلاث ارباع الساعه الى ساعه بس على المود انقل هذا التكستشر اللي موجود بالساوند تور انقله هنا، لان انا مو مال اجي من مخيلتي ارسم اناتومي وما ابقى يعني ما ابوع على هذا التوث الاصلي، لا لازم اقلد هذا على المود يصير سيمتري نوعا ما، لان اي اختلاف بالتكستشر راح يبين انه عبالك حشوتي مختلفات، انه اسنان شيء ما يشبه شيء. فهاي الخطوه كلش مهمه. فراح نرجع خطوه الارتكوليتنج بيبر، انه اجيب ارتكوليتنج بيبر تمام، امسحها وين؟ امسحها على الساوند توث بهالطريقه. المناطق اللي تصبغت هاي ريجز، المناطق اللي ما تصبغت هاي جرومز. انا شو اسوي؟ هاي النوب ارجع شو اسوي؟ انه امسح همينه على الكومبوزيت مالتي. تشوفون هاي المناطق اللي ما تصبغت هاي الجروفز، هاي الجروفز خلينا نقول سكندري اناتومي، لازم اقلدها اسوي لها سيميوليشن هنا. فاجيب قلم رصاص الجروفات اللي صارت عندي هنايا، احدد اماكنهن، هذا البوزيشن مالتهن هنايا، هذا البوزيشن مالتهن، على المود اسوي ريدكشن بهاي المناطق اللي تشابه الجروفات اللي هنا. واضحه؟ يعني البارحه اكو ما فهموها، واضحه؟ فهمتوها هاي الخطوه على المود اعبرها ما ارجع اعيدها. تمام. وابدي اسوي ريدكشن واسوي الفينش البولش مالتي كالمعتاد. فهاي الايميديت ريزلت، هاي ايميديتلي يعني حسيت انه باع هنا هذا الساوند تور فاتح، صار في دي هايدريشن بسبب الربر دم، الريستوريشن مالتي غامقه. هنا شويه ارتاحت نفسيا انه ها، لان انا بعد يلحقني ريهايدريشن، فنسبه الماتشنج عندي راح تكون كلش كبيره. هسه خل اشوفكم اياها ورا اسبوعين اجتني. تمام، هاي ورا اسبوعين. الحمد لله خلينا نقول ميشن اكمبلشت، والدينتست البيشنت كلش اقتنعت وفرحت بالريزلت، بس قلت بعد لا تعيديها. المهم هاي الفاينل ريزلت، فولو اب افتر 2 ويكس. ماشي، ايش قد طولت هاي؟ ما اريد اتعدى على وقت حسن. الله اكبر، الناس قامت تتكبر. لا معودين فكره بسيطه والله، كلكم تقدرون تشتغلوها وبابسط الادوات، يعني لا عبالكم فد شيء امبوسيبل. تمام، هاي الكيس، اي هاي اخر كيس. شوفوا هاي الكيس، طبعا همي انا من الفيلد دازيها، اعتقد هاي الكيس قرايبها طيبه اسنان، اختها طيبه اسنان. فشوفوا هنا ايش عندنا. ما عندنا فراكتشر بالانسايزال ايدج، لازم اعوض هاي الميسنج بارتس، يعني دبل كلاس 4. هنا اللاترال سمول لاترال صاير فيها روتيشن، همين لازم اسوي لها ري شيبنج. اوكي، ولازم التزم بالسمايل كيرف مالتي، فهذا فد شيء ايماجينري يعني سويته. جيت سويت ايزوليشن، هذا الرايت لاترال لان كان بي روتيشن وطالع عن التيث الاينمنت، فسويت له ريدكشن على المود ارجع بالالاينمنت. اوكي، سويت له ريدكشن. جيت سويت البليتال شيل، طبعا هنا همي انا اخذت طبعه بجلسه الفحص وخليتهم المختبر يسوي لي واكس اب على المود اسوي اندكس، لان كلش تسهل لي الشغل. فهاي البليتال شيل اللي تشوفوها بالانامل سويتها انامل شيد. هاي لقطه اخرى، طبعا هذا الكينين همينه كان بي كيريز. كملت البروكسيمال وول، هذا البولد اب مالتي انيشال، هذا الانيشال شيب. هسه راح اذكركم بالبيفور وهاي الافتر بعد الفاينل شيبينج اند بولشينج، هاي الايميديت ريزلت. وراح اشوفكم الفولو اب ورا يومين ثلاثه يمكن جتي. هاي لاترال فيو اخرى شوفوها، وهذا الفولو اب بعد ما صاير كومبليت هيلينج للسوفت تيشو، سويت لها اكسترا بولشنج. فذيس از ماي فاينل ريزلت، ذيس از بيفور اند ذيس از افتر. اوكي، ايه تمام. نشوفكم هذا الفيديو، هم كيس جديده تونسوا.
لا ترى الحبيب يا لا ترى البن قصدي مع هاي السمايلات. والله ختمة خرافية. شكرا جزيلا، الله طبع على وجهي. مرحبا. هذا هو أنا يعني بالنسبة لي اللايف مالتي خلص، إن شاء الله يكون يعني محاضرة لطيفة سريعة مفيدة وممتعة بنفس الوقت. كالعادة أي واحد إذا عنده سؤال يقدر يسألني بعدين على الانستا مالتي، وإن شاء الله أني أجاوبكم يعني، ولا تضوجوني إذا أتأخر عليكم وتبحثون تسوون أنفولو. أوكي. إي فهسه إيش راح أسوي؟ راح أنهي اللايف من يمي، أوكي، ونحول كلنا وين أني منا أنهي لايف، منا حسن يبلش لايف، وهم راح أصعد يمه على مود كلكم تجون ونحول يم محاضرة حسن. أوكي، فأشوفكم إن شاء الله، مع السلامة.